اسمي اليسا باري وانا مهندسه معماريه ومعماريه مختصه بالتراث الثقافي الافريقي وانا مؤسسه افريكان ارت منصه الكترونيه مخصصه للنهوض بالفن المعاصر من افريقيا ومن الشتات وانا سعيده جدا ان اكون في وسط المحاضرين الاجلاء في اطار سلسلة أفريكا ديالكت التي نظمها مكتب الأمم المتحدة للمستشاري الخاص لأفريقيا ان موضوع هذا العام هو الهويه والملكيه الافريقيه واعاده صقل الذهنيات ومعي محاضران أولهما الدكتوره بيرتا اميسي وهي خبيره في مجال النزاعات وتنميه المجتمعات وداعيه للسلام وتدخلات الانسانيه في افريقيا ولقد عملت مع منظمات حكوميه وغير حكوميه دوليه الامم المتحده ومبادره نيروبي للسلام واكشن ايد ولقد قدمت دورات تدريبيه تتعلق ب دراسه النزاعات والعلوم السياسيه في جامعات امريكيه كجامعه نيو سكول وجامعه سيراكيوز في ولايه نيويورك ونوفا ايسترن يونيفرسيتي في فلوريدا، وان اهتماماتها البحثيه تضم الصراعات السياسيه وفض النزاعات بسبل سلميه والعولمه وعلاقات الدول والمجتمعات في افريقيا كما أنها مهتمة بدور الموسيقى في فض النزاعات في أفريقيا أما المحاضر الثاني فهو السيد دورسي روغامبا وهو ممثل قدير و مخرج مسرحي ولقد شارك في العديد من المسرحيات كممثل وكمخرج وعمل كرابط بين أفريقيا وأوروبا في عام 2020 عمل على لغست سوبريم وهي مسرحية بشأن عادة التراث الأفريقي بإنتاج من مسرح في بلجيكا كما أنه يعمل لإعداد أوبرا بشأن تاريخ أفريقيا سيتم عرضه في الرباط في المغرب هذا العام في إطار كونها العاصمة الأفريقية الأولى للثقافة وسيد روغانبا هو أيضا مؤسس يوينتوري هو ال ورشات يوينتوري التي انشاها في كيغالي في 2001 وهو مجال مخصص للفنون الاستعراضيه المعاصره في رواندا كما انه اسس مبادره رواندا الفنية في 2012 وهي منظمة غير هادفة للربح الغاية منها المساهمة في إطفاء طبعا مهني على قطاع الفني في رواندا أرحب بهذا النقاش وسأبدأ بطرح سؤال عليك دورسي في رأيك ما هو وضع الثقافة وقطاع الثقافة في أفريقيا وفي رواندا بالتحديد وكيف ان مبادرات كرواندا ارتس Initiative مبادره الفن في رواندا يمكنها ان تؤدي دورا في التاثير في افريقيا في المشهد الثقافي والاقتصادي. مرحبا اليسا يسعدني ان اكون بينكم من المحاضرين على الانترنت للحديث عن الثقافه واعاده صقل الهويه. اعتقد ان هذا موضوع بالغ الاهميه لان الكثير من الدول في افريقيا فتيه جدا والشباب يشكلون اكبر جزء من السكان وجعل قطاع الثقافه ينمو من منظور اقتصادي بالغ الأهمية للتماسك الاجتماعي في أي مجتمع كان، وهذا بالغ الأهمية أيضاً فيما يخص تراثنا، وفيما يتعلق بإبداع هؤلاء الشباب. وفي رواندا على سبيل المثال، فإننا نقول إن لدينا الكثيرين من الفنانين الموهوبين، وهم بحاجه لمديرين ثقافيين، ولاشخاص في افرقه تعمل معهم مقاولين ثقافيين عليهم ان يقفوا في صفهم ويعملون معهم لخلق منشات ذات نفوذ تجعل هذا القطاع اقوى وامتن، وتلك بالضبط رساله مبادره رواندا ارت إنيشيتيف أي أنها لا تسعى لمساعدة الفنانين فحسب وإنما المقاولين في المجال الثقافي لأن يصبحوا أقوى ليكون القطاع أقوى شكرا جزيلا دورسي تحدثت عن التماسك الاجتماعي وهذا يؤدي بي لسؤالي التالي ولك بيرتا لأي مدى يمكن للثقافة أن تؤدي دورا كناقد للسلام في أفريقيا كقناة للسلام في أفريقيا؟ هذا سؤال بالغ الاهميه في رايي لانه في صميم سعينا لايجاد حلول حقه لمشاكل العنف بكل مظاهره وللنزاعات العنيفه وكيف يمكننا أن نواجه النزاعات لا بمعنى النزاعات المسلحة فحسب وإنما النزاعات حتى في حياتنا اليومية لأن جميعا إما أن يتورط في نزاع أم أن يواجه ظروف نزاع في علاقاتنا اليومية في العمل في مكان العمل أو في الأسرة لذلك أنا أرى أن النزاع لا يقتصر على دائرة العلاقات الدولية أو ما نتخيله من دول تتقاتل أو مجموعات مسلحة تتقاتل. الثقافة هي مواردنا الثقافية وهي ممارساتنا سأقول الممارسات، الممارسات بالغة الأهمية وكيفية تصويرها هو الآخر بالغ الأهمية لكي نتمكن من اضفاء مغزى عليها بشكل يؤثر في تجاربنا هي تمنحنا موارد ثريه من اللغات للتعبير الفني للاغاني للشعر لطقوس الرقص هذه الطقوس التي تجاهلناها على مدى السنوات، التي من شأنها أن تمكننا من الإبداع من جديد، نحن في القرن الحادي والعشرين وها نحن نتواصل بالإنترنت، ولكن علينا أن نجد حلولاً وجيهة وذات مغزى تتماشى وواقعنا في مجتمعاتنا المحلية. مواردنا الثقافية هذا الموضوع موضوع هذا النقاش الهوية والملكية الثقافية بالغ الأهمية هذا الموضوع الذي حدده الاتحاد الأفريقي لهذا العام أمل وأنا سأتمكن من التركيز على العمل على إحلال السلام ولمن هم مهتمون بالسلام والتماسك الاجتماعي فإن هذا مفهوم حقا جزء من سعينا للسلام علينا ان ننظر لذواتنا ان ننظر الى الداخل ان نرى ما في حوزتنا والا نسعى لان ننظر لما هو خارجنا وان نتوقع منهم ان يعطونا اياه ما في حوزتنا هو تراث غني ثقافات موارد ثقافية غنية علينا أن ننظر فيها بإمعان هي أساسية لكي نجد حلول المشاكل التي نواجهها كالعنف في الوقت الراهن مثلا نواجه الإرهاب فكرة الإرهاب هذه في تجلياتها الأخيرة نرى في بوكو حرام وما يجري في شمال الموزمبيق على في الوقت الراهن نحن لا نرى ذلك في غرب افريقيا، في نيجيريا، في منطقة الساحل فحسب، وإنما في الجنوب وفي شرق افريقيا أيضا، والشباب في الصومال. نحن إذا علينا أن ننظر إلى ذواتنا، أن ننظر إلى الداخل، وأن نرى أن نعرف ما في حوزتنا، لكي نتمكن من استخدام ما في حوزتنا من ممارسات، من مناظيرنا للعالم، فهمنا للعالم وأفكارنا. الاجتماعيه وقيمنا ومبادئ اوبونتو لتحسين التماسك الاجتماعي من خلال بناء السلام وصنع السلام في ظل حلول تتماشى والواقع الذي نعيشه حلول ذات مغزى حلول بلغاتنا تتماشى وذهنياتنا وفهمنا نحن بحاجه لان نفهمها لكي تصبح ملكنا حقا ولكي نجد سبلا لتحسين حياتنا لأن الجميع يتطلع لتحقيق ذاته ولحياة ملأة شكرا برتا قلت شيئا له معنى فيما يخصني لقد قلت ان الثقافه لها معنى وهي منطقيه بسبل وجيه على الاقل هذا هو الهدف الذي علينا ان نسعى لتحقيقه سؤالي التالي لكليكما هو ما هو دور الثقافة وقطاع الثقافة بشكل خاص في تحديد وإعادة امتلاك هويتنا كأفارقة؟ لقد اجرينا نقاشا شيقا بشان هذا الموضوع ونحن نواصله هذه فرصه جيده لان نعود بعد ان تاملنا في نقاشنا السابق وسابدا ردي من حيث ما توقف دورسين علينا ان ندرك ان الهويه ان هويتنا ليست جامده هي حيه متحركه ولقد راقني اسلوب اشارته لذلك علينا ان نعي ان هويتنا متحركه وتحدثنا بايجاز عن اننا لسنا كشعوب افريقيه محدودين في مجال جغرافي في القارة الأفريقية، إن بعضنا من الشعوب الأفريقية قد اختطفوا عنوة من بلدانهم بسبب الاسترقاق وتجارة العبيد عبر الأطلنطي، وفي رأيي هذا مثل المحرقة، هذا حدث مصاب جلل في تاريخنا و تناثرت شعوبنا في الامريكتين والكاريبي ولدينا الان ما يسمى بالشتات الافريقي وتعلمون ان هؤلاء ان لم يترعرعوا في القاره الافريقيه حتى وان كان بالامكان تقفي تحدرهم فانهم لا يعرفون من اين اتوا ومع ذلك فاننا عندما نلتقي ببعضنا البعض نرى تشابها كبيرا حتى وان كانت هناك اختلافات الافارقه بسبب تجاره الرقيق قد تنقلوا عبر القاره وخارجها قصصهم غير معروفه هي لم تكتب الكثير من مجتمعاتنا لم تكن مجتمعات تكتب قصصها لكن افريقيا انتقلت عبر العالم نحن لسنا محبوسين في حدود الكثير من الحدود القائمه حاليا في الدول الحديثه هي ارث الاستعمار هذه الحدود نحن لم نشاها نحن لسنا من انشاها نحن نفعل بما لدينا ونسعى لأن نستفيد أيما استفادة مما في حوزتنا. من ثم فإن الهوية والهوية الثقافية في تغير مستمر. وهذا أمر لا يتغير. وما هو متميز في رأيي هو هذا الرابط الاجتماعي هذا القلب النابض الذي يتجلى بسبل عديدة كما تعلمون وأنا أعتقد أن خير مثال على ذلك هو فكرة العائلة حتى لو أننا التقينا بشخص غريب نحن بشكل تلقائي نسمي بعضنا البعض أخي أو أختي أو عمّة أنا لا أقول إن هذه ميزة أفريقية محضة ولكن لاحظت ذلك وهذا بصراحة يثير إعجابي. أريد أن أقول إذا أن الهوية ليست الهوية الثقافية حصرا وأننا تلك الكيانات الغريبة بممارساتها وطقوسها هذا من المنظور الأوروبي لكن أريد أن أقول أننا كيانات جبنا العالم وساهمنا في هذا العالم على الصعيد العالمي على الصعيد الدولي وفي أي دولة وقدمنا مساهماتنا لاسيما قيم العمل سويا والتضامن في كينيا لدينا كلمة هرمبي وهي التجمع والتكتل سويا وهذه مساهمة جليلة نحن ايضا في الوقت الحالي امام منصات التواصل الاجتماعي والانترنت والواقع الجديد الذي تمثله وانا منبهره بكيفيه استخدام الشعوب الافريقيه لهذه المنصات للاعراب عن رايها للاعراب عن ذاتها هذا ما نفعله هذا ما نحن تلك هي المساهمه التي نقدمها في العالم واعتقد ان هذا سبيل لتحسين الهوية وهويتنا الثقافية وفرادتها، ونحن لن نحتفي بهذه الفرادة وبمساهماتنا الفريدة كشعوب افريقية، ولكننا ايضا نقول بوضوح ونصطح باصواتنا ونوضح بجلاء اننا جزء من البشرية، نحن كائنات بشرية، نحن اشخاص لهم كرامتهم. نحن فاعلون لدينا مهارات لدينا موارد لدينا قدرات لكي نغير هذا العالم لا لكي نجعل من افريقيا فقط مكانا افضل وانما لجعل هذا العالم مكانا افضل اعتقد ان افريقيا افضل تعني عالما افضل شكرا شكرا جزيلا نعم انا اتفق مع بيرتا الهوية. هذا مصطلح مركب له شق سلبي، مفهوم سلبي لأن في بلدان كثيرة كما نرى فإن الساسة من اليمين المتطرف يتلاعبون بمفهوم الهوية على أنه يقصي الآخر ولكن كما أقالت برتا الهوية متحولة، متحركة. لأن العالم يتغير ومجتمعاتنا تتغير ونحن نتغير، ذواتنا تتغير. فهويتي تختلف عن هوية أبي وستختلف هوية ابني عن هويتي ولكننا مترابطون وهذا شيء جيد، نحن لا نعيش على النمط ذاته انا استخدم حاسوبا واستخدم الهاتف للاتصال بالناس وغدا سيكون مسرح نمط حياه اخر والثقافه موجوده لتساعدنا على ايجاد السعاده في هذا التغيير لخلق هويات جديده ولكن لا تعد قطيعة مع الماضي لا بل من أجل تأويل وقراءة قيمنا بشكل جديد في المجتمع العصري طبعا يمكننا أن نحتفي بفردتنا في أفريقيا لدينا لغات كثيرة لدينا ثقافات غنية جديرة بالاحتفاء ويحق لنا ان نفخر بتراثنا وفي الوقت ذاته فاننا نفخر بكيفية ارتباط تمكيننا تمكين ثقافتنا ايانا ارتباطنا بالعالم لان الثقافة الافريقية قد الهمت العالم الثقافات نجدها في افريقيا ولكننا نجدها في مناطق كثيره من اوروبا وامريكا اللاتينيه لقد الهمت افريقيا وربطت العالم عندما تحدثوا عن السلسه عن الجاز عندما تحدثوا عن البلوز هذا صوت ونغمه افريقيا واسلوب معيشه جديد في العالم اليوم وهذا امر قوي جدا اعتقد ان الثقافه تؤدي دورا اساسيا في هذا المضمار هناك سبب اخر نحن من بلدان كان ماضيها بالغ العنف انا من رواندا وبرتا من كينيا ولقد شهدنا عنفا تاريخيا عنف الحقبه الاستعماريه هذه المرحله الاستعماريه التي خلقت الفوضى في مجتمعاتنا ودمرت ثقافات عديده لا بل حتى ومعابدنا وتراثنا ان تحفنا الاثريه في المتاحف الاوروبيه وهذا نراه بوضوح كبير ولكن تلك هويتنا في الواقع. أنا نتاج هذا التاريخ. لهذا السبب أكتب باللغة الفرنسية وبلغة كيني رواندا. لدي لغتان وعلي أن أتقبل ذلك وأن أرى الصالحة والطالحة في كل منهما، البشعة والجميل، لأن تلك هويتي، علينا أن، علي أن أتقبل نفسي بهذه الثقافة، وأن أساعد أمثالي، شباب اليوم، أن يتقبلوا ذلك، وأن يسعوا لخلق معنى جميل من ذلك كله، لأننا إن لم نفهم كيف يمكن للثقافة أن تساعدنا، فقد نعالج تاريخنا بشكل خاطئ، الاحتمال قائم. فالعنف، عنف المتطرفين على سبيل المثال، أو الجهاديين على سبيل المثال، هذا العنف يستغل مشكلة الهوية لدى الناس، لأن هناك عنفا ولكن الرد على ذلك ليس العنف وإنما هو إيجاد سبيل كي نقول لهم عليكم أن تكتشفوا وأن تتقبلوا أنفسكم لأننا نخلق أفريقيا جديدة من اليوم. وتلك مشكلة أساسية في مجتمعنا اليوم. هناك أشخاص كثيرون يعتبرون أن الثقافة هي الفنون الاستعراضية. لا، الثقافة تعني أيضا السلام. وهي حل الكثير من المشاكل التي نواجهها اليوم. أود أن أعلق لكي أقول أننا نتجاهل تستر المتحدثه دورسي اشكرك على ما قلته علينا ان نكون واقعيين فيما يخص هويتنا طبعا يمكننا ان نجملها وان نصفي عليها طبعا رومانسيا لكن في الوقت الراهن لنرى ما النا اليه ما هي تحديات الاوضاع لنرى بكل بساطه ما يجري في الوقت الراهن في ظل الجائحه وما علينا ان نواجهه وما يؤثر في سبل معيشه كنا نعتبرها تحصيل حاصل وما يؤثر في جذورنا الثقافيه هذا هزنا لنرى الان ما يجري انظروا مثلا مراسيم الحداد والدفن كيف ندفن موتانا؟ أنا آتي من منطقة لوغاري ولدينا مراسيم محددة للدفن وهذه هزت لم يعد بإمكاننا أن نفعل بعض الأمور بالغة الأهمية لأن مراسيم الدفن غالبا ما تجمع الأسرة كاملة والعائلة الموسعة وتؤكد الروابط والعلاقات انا اذكر من حيث ما جئتم منه فاننا نتذكر كل اعضاء القبيله من جهه الاب ومن جهه الام فهذه الطقوس ليست لمجرد دفن المرحوم لا لكن الان في ظل الجائحه تغيرت الاوضاع لأن هذه لحظات توكيد على الهوية الجماعية وانطلاقا من ذلك يؤكد فهمك لذاتك وانتمائك لمجموعة بالإضافة لانتمائك لمجتمع لأننا لا ننتمي لمجموعات فحسب سواء اكانت مجموعات ثقافية أو عرقية نحن ننتمي أيضا لجماعات سياسية هذه الدول التي نسميها كينيا وأوغندا ورواندا وبوروندي إذا بالإضافة للمجموعة التي تنتمي إليها داخل هذه الدولة ولكن على الصعيد المحلي على مستوى هوية المجموعة حتى على مستوى العائلة فإن هذه المراسيم وهذه الطقوس والعادات والممارسات الثقافية التي تجمعنا تؤكد هويتنا تقول أنا أنتمي لهذه المجموعة لكن في الوقت ذاته لدينا أيضا طقوس على الصعيد الوطني تؤكد انتماءنا لهذا المجتمع السياسي أنا أرى في ذلك شيئا من التناقض ولكننا ما زلنا بصدد إعادة اختراع أفريقيا جديدة كما قال دورسي كيف يمكن لهذه الطقوس طقوس التجمع حتى ككينيين ان نؤكد هويتنا ومسيرتنا في العالم كيف نتصرف في العالم انا اعتبر ان الموارد الثقافيه خصوصا الشعوب الافريقيه ومجتمعاتنا في تنوعها تقدم لنا موارد ثريه سواء كانت طقوسا او تظاهرات او حفلات او احتفالات او المواسم لكل مجموعه رزنامتها ومواسمها ومراحلها وطقوس والانتقال من الطفوله للبلوغ كل ذلك موجود نحن نعيد قراءه ذلك نعيد تقييم ذواتنا ونعبر عن ذواتنا ونحدد من نحن في إطار المجموعة التي ننتمي إليها ومجتمعاتنا لكن هناك حيز أيضا هناك ما يكفي من الحيز لكي نعي أننا أفراد لدينا هويات فريدة وتحدثنا عن ذلك عندما تحدثنا عن هذه النزعة تجعل من الهوية الأفريقية هوية جماعية أنا أختلف مع ذلك لحد ما نعم هناك جماع هناك مجموعة ولكن أعتقد أن هناك ما يكفي من المجال للإعراب عن الهوية الذاتية والفردية، كما سألت أليسا كيف نجتمع في التسميات في المجتمعات الأفريقية الاسم الذي تحمله بالغ الأهمية هو لا يمنح لك بشكل اعتباطي ان الاسماء في الكثير من مجموعاتنا الثقافيه لها مغزى احيانا هي كالصلوات لان المجموعه التي تنتمي اليها او عائلتك تريد لك البركات والازدهار وتصلي من اجل ازدهارك وتدعو لان تمنح موهبه وتعترف بمميزاتك تريد ان تفجر هذه المميزات في العالم، تلك هي الموارد التي في حوزتنا. سؤالي هو لما لا نعمل بهذه الموارد كموارد يمكننا ان نبدع على اساسها؟ أكلم. أكلم. هذا هو السؤال، لقد احببت كيف أنكما تحدثتما عن هذه المسألة في الأوقات الحالية التي نحن فيها بصدد بناء أفريقيا الجديدة، وبالتالي برأيكم كيف يمكننا أن نستخدم ثقافتنا وقطاعاتنا الثقافية من أجل أن نساعد حقا على تطوير قارتنا، وجعل ذلك يعود بالفائدة على السكان، أي جعل الثقافة مجدية أكثر اقتصاديا. إنجاز القول. إذاً كيف نقوم بذلك؟ دورسي هلا حدثتنا أكثر عن مبادرتك، والهدف المرجو منها أشرت إلى الحاجة إلى خلق المزيد من رواد الأعمال في المجال الثقافي وكذلك. للمساعده على جمع صفوف الشباب كيف يمكننا ان نستفيد من ثقافتنا ومن قطاعاتنا الثقافيه لجعل قارتنا ناجحه اكثر اقتصاديا يهمني ايضا ان اعرف الاجابه على هذا السؤال ف... استشيغت عندما قال ان الامر يتخطى مجرد فنون التسليه وفي افريقيا لم ننظر بعد الى عملنا الفني والى فنانين نستخدم لغه يستخدمها الغرب كثيرا وبالنسبه لنا يجب ان نربط ذلك بنظرتنا بطريقه شموليه بطريقه تخدم ما هو اكثر من مجرد التسليه وتساعد على التثقيف وحتى البلسمة، وأود أن أسمع إلى رأي دورسي في هذا الشأن، لأنه فنان ويعمل في الأوبرا والمسرح، يهمني أن أعرف كيف يتخطى مجرد التسلية، وأي مجرد أن نأتي إلى المسرح ونسر ونصفق. اعرف فانا كوني فنان غالبا ما يظن الناس انني مجرد هنا للتسليه وهذا بشكل ما صحيح وغير سيء ولكن على سبيل المثال انشانا دار النشر اسمه مويو لنشر الاعمال الادبيه لكتاب وخلصنا إلى استنتاج مفاده أن أفضل الكتاب لدينا هم على ارتباط أكثر بالدول الغربية، لأن دور النشر موجودة هناك، ولأن الأدب غالبًا ما يكون باللغة الفرنسية أو الإنجليزية، ولأن القراء موجودون هناك، ولكن. نحتاج أيضا الى هذا الادب بلغتنا من اجل توسيع شريحة القراء مثلا نعمل على الكتب ولكن نعمل أيضا على الكتب المسموعة مع الكتب المسموعة أو الصوتية يمكن أن يكون هناك مزيج من الأدب المطبوع والأدب المزاع صوتيا والذي يصل الى انحاء بعيدة عبر الراديو، ومن المهم أيضاً أن نعمل على ذلك من أجل ثقافتنا ولغتنا، ولكن أيضاً من أجل خلق سوق، سوق كبيرة، لأن الثقافة تخلق القيمة أيضاً، على سبيل المثال في جماعة شرق أفريقيا، هناك أكثر من مئه مليون شخص ينطقون بلغه السواحل وبالتالي هذا مهم جدا بالنسبه للافلام للموسيقى للادب وهذا ثراء كبير ويتخطى التسليه المجرده فهو مسلي، ولكنه في الوقت نفسه يخلق الوظائف، يحقق النمو، ويخلق سوقا كبيرة، نحن في الاتحاد الإفريقي نتحدث حاليا عن السوق الإفريقية. ولكن الاسواق الافريقيه لا يمكن ان ينشئها اساسا فقط بل انتم بحاجه الى اشراك الناس والسكان في هذه العمليه وتدعو الحاجه الى خلق اوجه الاتصال وكذلك خلق حيز يخلق القيمه ويساعد على تعميمها بسهوله ولذلك أعتقد أنه يمكن للثقافة أن تكون فرصة كبيرة بالنسبة للنمو الاقتصادي في أفريقيا حسنا إذا سؤالي التالي كيف أو بالأحرى ما الذي ينقص ينقصنا على مستوى السياسات ما الذي يجب على حكوماتنا القيام به أو أن تطبقه دروسي نحتاج إلى الأموال وبعثة نحتاج أيضا إلى الترابط، يجب أن يتحقق الرابط مع السكان، ودعيني أعود إلى ما كان دورسي يقوله بشأن القطاعات الثقافية، مثلا ما دور الموسيقي في هذا الإطار؟ علينا أن نفهم ما هو الموسيقي مثلا، كيف نفهم دور الموسيقي في مجتمعنا؟ أو من يغني مثلا؟ في في منطقة غرب أفريقيا وفي الثقافات الموجودة هناك لدينا مفهوم الجريوت والجريوت ليس فقط فريدا من نوعه في غرب أفريقيا بل بالنسبة لكل شعوب أفريقيا والمجتمعات في القارة لدينا أشخاص لديهم ملكة الموسيقى وهم يضفون القيمة إلى مجتمعاتنا والسؤال هو كيف يراهم الناس ليس من منزوري الاقتصاد رأس المال الاقتصاد رأس والنيوليبرالي حيث تسلع الأشياء وتستخدم للتبادل النقدي في هذه المرحلة الرأسمالية ولكن دعو ذلك لا يوقفنا ولا يحول دون تفكرنا بما هو الموسيقي وما هو دوره وما هي القيمة التي يضيفها من منظورنا وبالنسبة لي أحاول أن أصبر وأعرف من هو الفنان ما هو دور من يعرف بالفنان في أفريقيا من هم أولئك الذين نسميهم موسيقيين أو مغنين؟ او اولئك الذين يقومون بالتقليد عبر الوجوه او التمثيل او الرقص او الشعر او الذين يشكلون جزءا من طقوسنا كما تعرفون وهذا يخدم غايه ما فهم يجمعوننا معا في اوقات محدده من العام في إطار رزنامة المجموعات المحلية التي مع الأسف نفقدها وعلينا أن نستعيد هذه الرزنامات لما فيها من معنى ولما له هذه الطقوس من معاني فكلها تقدم لنا أفكارا ثرية قد لا نوليها حاليا اهتماما وبالتالي هي لحظات يجب التفكر فيها وتحدثت من قبل عن المراسم التأبينية والطقوس ذات الصلة مثلا مرافقة الميت ليلتحق بالأسلاف وكذلك اللغة التي نستخدمها مثلا في حفلات الزفاف وأنواع الرقصات ولما يتم اختيار هذه الرقصة دون سواها في هذا الوقت وبالتالي هناك تفكير مالي بهذه الأمور فهي لم تأتي محض صدفة والجسد هو عبارة عن تجلي الروح ككل وليس العقل فحسب والتفكير المنطقي بل هناك القلب والجسد وحتى نظام المعرفة نظام الذكاء وطريقة إدماج كل هذه العناصر وبالتالي بالنسبة لي أن الموسيقي والشاعر وغيرهم يساعدوننا على خلق هذه الفلسفة من خلال أفكارهم، فهم نقادنا، وهم أعيننا، وهم يلاحظون الأشياء التي نقوم بها ويرصدون الأنماط ويقولون لنا ما هي، وبالتالي هذه اللحظات هي لحظات تفكر، لحظات إعادة تفكير. تستدعي الانتباه تستدعي الذاكره لان بعض هذه الموسيقى وبعض هذه الاغاني وبعض هذه الرقصات يراد منها تحفيز الذاكره تذكيرنا بما نحن بما هو تاريخنا وكذلك اعاده الالتزام باستمرار هذا النسل التاريخي وضمان استمراريه القيم وفيها ايضا بلسمه الجراح فلدينا في مجتمعاتنا المداوين والأطباء إنجاز القول وهذا شكل من أشكال التدين ولكن مع انتشار الرسل الدينية بات يعتبر ذلك قديما وبائدا وتخلينا عنه في حين انه مهم جدا فهو مهم لنفهم روحانياتنا ونفسرها فهناك بعد روحاني للتنميه ونحن كافارقه اشخاص روحانيون جدا ومع ذلك لم ننظر بعد في هذا الجانب. وفي حياتنا اليوميه يجب ان نتفكر بهذا الجانب وبالتالي يجب ان نتذكر ان الكثير من هؤلاء الفنانين هم يداوون ويعالجون عالجوننا مثلا من خلال التمثيل والتقليد والغناء وهناك مساعي فنيه مثلا في الرقص والمسرح وهناك تفاعل هل لاحظتم ذلك مثلا في طريقه اظهارنا للاشياء من منظور ثقافي ليس الامر يقتصر فقط على الجلوس والمشاهده فالحضور والفنانون في حاله حوار وفي علاقه وبالتالي الفنان يفكر كيف سيشرك جمهوره في هذا النقاش والى اين سيمضي بهذا الجمهور؟ وهو يخلق اذا منصة افتراضية واقعا اخر يساعد في واقع الامر على حل العديد من المشكلات واريد ان اتلو عليكم حادثة رصدتها عندما كنت اقوم في عملي في شمال اوغندا وكانت فترة عصيبة يشوبها النزاع في وسط أوغندا أو بالأحرى في شمال وسط أوغندا كنت في طريقي إلى إحدى مناطق المشاريع من أجل التشاور مع المجتمع المحلي وحصل ذلك في وقت النهار ففي ذلك الوقت كان هناك منع التجول وبالتالي يمكن التجول خلال النهار ولكن يجب التوقف عن العمل ليلا نظرا لمنع التجول وبالتالي في فترة المساء ما عدا بالإمكان عقد الفعاليات الترفيهية التي كانت تعقد ذلك بسبب انعدام الأمن وبالتالي بطريقي نحو هذا المشروع رأيت سوقا سوقا للمواشي وفي ممر ضيق رايت المواشي والماعز وغيرها والتجاره ورايت الناس ياتون من اجل شراء او ابتياع الحيوانات وفي طريق العوده بعد عدد من الساعات لم يكن هناك أضواء، ولم أرى المواشي، بل رأيت الرقص، رأيت شبانا يرقصون، وقلت كم هذا شيق! ما الذي يجري هناك؟ وبالتالي كأن ذلك ملهى ليلي للرقص، ولكن في النهار، ولاحظت أيضا. أنه في سياقات النزاع هناك الكثير من الغناء والرقص وأتساءل لما أو ما الذي يجري؟ نواجه واقعا مفاده أننا قد نخسر حياتنا في أي وقت ولكن مع ذلك أفضل ما رأيت من رقص وأفضل ما سمعت من غناء كان هناك لأننا كنا نقوم بما هو أكثر من الرقص كنا نتضرع للحياة في وقت كان الموت يحيط بنا، وفي وقت كان يبدو مليئا بالموت، كنا نخلق حيزا للحياة، وكنا نتحدث بأجسادنا وبأصواتنا، وليس فقط السياسات، فهذه كانت هي السياسات التي نسعى لتحقيقها. وهذا ما كنا نريد عرضه بطريقة روحانية، وهذا هو السؤال إلى أي مدى السياسات متكاملة، أو بالأحرى تأخذ بعين الاعتبار الواقع المحلي، وفي هذه المرحلة من المنطقي أن نتحدث عن السياسات بشكل مجرد لصناع السياسات، ولكن علينا أن نسأل عن المستوى المحلي، حيث الأشخاص يسألون إذا ما كانوا فقط سيبقون على قيد الحياة بفعل الحرب الجارية وحتى أن التمويل صعب من الحكومة وبالتالي ما هو صدى السياسات على الصعيد المحلي هذا هو السؤال الذي ما فتئت أطرحه على نفسي وبرأيي أن مساعدة الناس على تحقيق المعنى مهم وعلينا هنا أن نستفيد من مواردهم الثقافية الرقص الموسيقى وبذلك نتخطى المرحلة الصعبة وال الرقص هو شبيه بنزع رداء التوتر وفيه الكثير من الادرينالين والحماسه وبالتالي علينا ان نسال عن ماهيه الوضع وما هي الموارد المتاحه والفنانون يساعدوننا هنا الشعراء مثلا يخلقون حيزا للتفكير واذا ما كانوا يغنون او يصغون أو إذا ما كانوا يشجعوننا على الرقص لا أقول فقط عن الرقصات الثقافية بل هناك الكثير من أوجه الرقص مثلا الموسيقى في الكونغو أو غيرها وبالتالي يمكن أن نعيد تفسيرها وأن ندمج التطورات حتى في موسيقتنا الأصلية مثلا أعرف أن الموسيقى الكونغولية تدمج أشكالا غربية وأشكالا من أمريكا اللاتينية ولديهم أيضا أشكالهم الخاصة وكذلك يأخذون بالابتكارات في التكنولوجيا الغربية لناحية الأدوات الموسيقية وبالتالي تعزيز الموسيقى الأفريقية. وبالتالي يمكن أن نأخذ بأفكار من أماكن أخرى وأن نخلطها مع مواردنا الغنية وندمجها من أجل خلق شيء جديد مجدي يساعدنا أيضاً على أن نشترح المعنى لناحية الوضع الحالي فنحن لسنا في الماضي نحن لسنا نعيش في جولو أو مقاطعة جولو في شمال أوغندا قبل مئتي عام نحن في العام 2021 وبالتالي يجب أن نفكر بأهمية مواردنا الثقافية وأنا أن وأنا أشعر أننا لم نقدر بعد مواردنا الثقافية كما تستحق ولم نعتبرها هبة بعد وطرائق تعبير و قيمه نضفيها للعالم لم نقدمها بعد ونحن نركض لشراء البوم لاشخاص من الخارج ونعتبر ذلك امرا بديهيا ولم نولي بعد القيمه لثقافتنا وهذه من تاركه الفتره الاستعماريه حيث خسرنا من القيمه التي نعطيها للموسيقيين الموهوبين وقارعي الطبول وكذلك الأشخاص الذين تعلموا تقليديا وعبر الطقوس هذه المهارات. وهي مهارات مهمة ومهمة خاصة في المجتمعات وتكفل دعم المجتمعات. كنا ندعمهم تقليديا وبالتالي ما الذي يحول دون دعمنا لهم الآن؟ ما الذي يحول دون المساهمة في ذلك وأطفاء القيمة ومساعدة موسيقيين الأفريقيين دعونا لا نأخذ هذه الأمور كأنها مدهية دعونا نوليها القيمة فهؤلاء يقومون بإضافة القيمة وبحفظ الطقوس هم القادة التقليديون وهم مهمون بالنسبة لشعبنا وهم يثقفوننا، وبالتالي نحتاج إليهم ونحتاج إلى إدماجهم وأن نضعهم في المحور. مثلاً، لناحية الموارد واللغات، دورسي تحدث عن اللغات، وفتح الأسواق، وتوسيع شريحة الجمهور، وهناك شريحة من الجمهور مهمشة. لأننا نتحدث بالإنجليزية والفرنسية ولكننا نتحدث مثلا بالسواحيلي أو بلغاتنا الأصلية، وبالتالي هناك من يشعر بأنه مهمش، وبالتالي من خلال وضع هؤلاء الأشخاص في المحور واعتماد لغتهم لكي يروا و يشاهدوا ولكي يتم الاستماع إليهم لأننا نتحدث عن التفاعل يتحقق جانب المشاركة وهؤلاء يسرون عند أذن لكونهم يمكنهم المشاركة وبرأي هذا الأمر يفسح المجال أمام المزيد من الأفكار ويثري الإسهامات ولعل هذا هو مسار يمكن اعتماده وأشعر حاليا هناك الكثير من السياسات لناحية بناء السلام والعنف، ولكن يجب أن تتجسر أكثر تتجذر أكثر في الفهم الثقافي، وحتى الفهم الثقافي للعنف، وهذا ما نحاول القيام به حاليا. مثلا الموزمبيقيون في الشمال يحاولون اعاده تفسير العنف ووضعه في اطاره وكذلك النظر في كيفيه معالجه اسبابه الدفينه وهناك افكار احيانا لا يستمع اليها احد نقدمها نحن الاكاديميون انا أملك شهادة الدكتوراه ولكن قد أملك الإجابة أو قد لا أملكها قد تكون الإجابة في شمال موزمبيق ولكن علينا أن نصغي شكرا جزيلا أو شكنا على نهاية الجلسة ولكن أود أن أسأل في الختام سؤالي الأخير ما هي أفريقيا التي تريدون؟ دوشي يمكنني أن أجيب على هذا السؤال وأن أضعه في الوقت عيني في إطار السؤال السابق حول ما ننتظره من المؤسسات العامة والدول هناك أمور عدة وطرائق عدة ننظر فيها إلى الثقافة وأنا أنظر إلى الثقافة كفنانين وكرواد أعمال في المجال الثقافي، ولكن هؤلاء يحتاجون إلى موارد. أحلم بأن أرى مزيد من الأفلام الأفريقية تنتج في أفريقيا، وليس فقط في الأفلام الغربية. وأتطلع أيضا إلى مزيد من التجارب. مثلا ما نراه في نيجيريا وهذه تجربة جيدة. يجب أن نسخر الثقافة ويجب أن نجمع الموارد من القارة. وهذا يساعد على خلق الوظائف والمعنى. وأود أيضا ان اتطلع الى افريقيا مستقله لان الانتاج من خلال فنانين نحن ومفكرينا نحن يظهر ايضا استقلاليتنا الفكريه وبرايي هذه هي افريقيا التي احلم بها شكرا جزيلا يا دورسي وانت يا بيرتا ما أحلم به شبيه بما قاله دورسي أتطلع وأحلم بأفريقيا يكون الناس فيها يؤمنون بمواردهم الغنية ويملكونها من أجل تحقيق إمكاناتهم وتطلعاتهم والموارد موجودة معهم وبالتالي السؤال هو كيف يمكننا أن نسخر هذه الموارد من أجل خلق أفريقيا التي نريد، وبالتالي أفريقيا التي أريد هي أفريقيا يؤمن فيها الأفارقة بأنفسهم كعناصر للتغيير قادرين على إحراز التحول. أفريقيا يمكن فيها القيام بذلك حاليا، وأن لا ننتظر فقط قدوم المانحين أو ألا ننتظر أن يقوم أحد آخر بذلك بالإنابة عنها حتى لو كان ذلك في إطار القارة هذه هي أفريقيا التي أرنو إليها أتطلع لأفريقيا تستفيد من الموارد وليس فقط من خلال من يقدمون المساعدات الخيريه واصحاب الثروات بل اتطلع ايضا لاستثمار من جديد على على مستويات عده لنفكر بما يمكننا القيام به وما استفدنا منها وما الذي انشاناه هنا وكيف يمكننا ان نستثمر ونضفي المزيد من القيمة وكيف يمكننا أن نحقق كل ذلك بطريقة مستمرة كما نرى في مجتمعات أخرى وبالتالي علينا أن ننظم هذا العمل الخيري لا يمكننا أن نقول أنه لا شيء يتحقق، ولكن يجب أن نستفيد من أفكارنا الثقافية ومواردنا من أجل وضع كل ذلك في إطار محدد والإسهام فيه، وبرأيي هذه ستكون خطوة جيدة، وأعتقد أنه هناك أشخاص يقومون بذلك حاليا. ربما هذا الأمر ليس محوريا بعد لأن الثقافة تعتبر هامشية ولكن يجب أن ننظر بطريقة جديدة في هذا الإطار. وأنا أتحدث عن السياق والسياق مهم وأنا نشأت مثلا في سياق هو كان مسؤول عن ما أصبحت عليه الآن وفي هذا السياق هناك تراث متعدد وكما قال دورسي هناك إطار القرن الحادي والعشرين وإسهامات الشتات وهذا كله جعل من الأشخاص الذين هم وبالتالي أريد أفريقيا يمكن فيها للناس أن يعتبروا أنفسهم مساهمين على الصعيد المحلي وعلى الصعيد الإقليمي وفي مجتمعاتهم وفي العالم وهناك افكار وبالتالي يجب ان نعمل على هذا الاطار وعلى هذه الموارد ويجب ان ندعم بعضنا البعض في هذا الاطار ويجب ان نولي القيمه لثقافتنا ولمواردنا وخاصة ما يتم التعبير عنه بطريقة فنية لأن هناك أبعاد عديدة للثقافة ولكن أود أن أركز على البعد الفني لها ويجب أن نستثمر فيه وأن نوليها الاهتمام الذي يستحق لأن الفن جيد لأرواحنا الفن جيد لأرواحنا إذن شكرا جزيلا هذه خاتمة جيدة شكرا لك والآن أنت يا دورسي بأي أفريقيا تحلمين؟ وأنت يا أليسا شكرا يا دورسي نعم قولي لنا يا أليسا لن أطيل الكلام فالوقت يداهمنا ولكن بالنسبة لي أنني أحلم بأفريقيا تدرك من هي وكيف هي؟ وبرأيي هذا أساسي ومن شأنه أن يغير كل شيء آخر، هذا ما أتطلع إليه، هذه هي أفريقيا التي أحلم بها، هذا جيد، شكرا جزيلا، شكرا جزيلا، شكرا لكم، وكم وأتمنى لكم التوفيق في أعمالكم ومشاريعكم ولك أيضا، شكرا جزيلا. <applause> ان سلسله الحوارات هذه لافريقيا تشكل فرصه للنهوض بطرح جديد ينبع من افريقيا ويخدم افريقيا. ان هذه السلسله التي جاءت بمبادره من مكتب المستشار الخاص لافريقيا في 2018 هي منصه تفاعليه لصناع القرار وللساسه والمجتمع المدني والخبراء والجامعات لمناقشة تحديات الماثلة أمام أفريقيا والفرص المتاحة لها وإن موضوع هذا العام هو الفنون والثقافة والتراث كمحركات بناء أفريقيا التي نريدها وتمتد جذور ذلك في تطلع التطلع الخامس من برنامج 2063 والذي يتصور أفريقيا بهوية ثقافية متينة وتراث مشترك وأخلاقيات وقيم مشتركة إن ثقافة والتراث قد وردت في هدف التنمية المستدامة وبالتحديد في الهدفين 11 و 11 أربعة واللذان يدعوان لتعزيز الجهود الرامية لصون التراث الطبيعي والثقافي العالمي وجعل المدن أكثر شمولا وأمنا وصمودا واستدامة من الموضوع الفرعي لنقاش اليوم هو تسخير الثقافة والتراث من أجل التحول الاقتصادي اسمي إستر نانتانا وأنا باحثة في فريق متطوعي الشباب التابع للاتحاد الأفريقي وأنا ميسرة نقاش اليوم معنا اليوم عدد كبير من المحاضرين وأنا أتطلع للنقاشات الشيقة التي سنجريها معهم واسمحوا لي أن أعرفكم بالمحاضرين معنا أفو جينيجيز وهو خبير في الدراسات الأفريقية، هي خبيرة بالأحرى، التي تجعلها قادرة على المساهمة في نقاشتنا اليوم. معنا ويفين موغاندا، ناشطة حقوق إنسان، وزميلة في الشبكة العالمية لنساء بنيات السلام كورا فيس. وعملها يركز على حقوق الإنسان والسلام والأمن خصوصا الدعوة لإشراك الشباب والنساء في عملية اتخاذ القرار معنا أيضا سيكيلو دوبي وهو معروف معروفة بالأحرى بدورها الرائد في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات STEM وهي سفيرة العلوم من زيمبابوي ومؤسسة أليسي بايوتك وإليفيتراس وهي تدعو لإشراك الشباب في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وسنختصرها بستم والتعليم والإبداع وقطاع الأعمال معنا نيال دينغ لاجئة وداعية للشباب وأخيرا لدينا أديبولا ويليامز وهو صحفي وناشط سياسي وداعية وهو منشئ راد ويدير راد أفريقيا بأكبر قدر من ماركات الشباب، بما في ذلك ريد ميديا أفريقيا، كرافت إنك، The Future Award Africa، and in Asia. مع هؤلاء المحاضرين وتنوعهم، سنتمكن من الإطلاع على عدد من السبل التي يمكننا من خلالها نستخدم الثقافة والفن. للمضي قدما بتنفيذ برامجنا وتحقيق هدف التنمية المستدامة أريد لهذا الحوار أن يكون تفاعليا وملئه المعلومات أول سؤالي يذهب لأفو جنجز وسؤالي هو كيف تعتقدين أن الحكومات الأفريقية يمكنها أن تستغل التراث الثقافي لتحويل اقتصاداتها عفوا عليك ان تشغلي الميكروفون اهلا بكم جميعا أشتر والاخر نود اولا ان اشكر اعضاء مكتب المستشار الخاص لافريقيا على هذه الفرصه للمشاركه في سلسله الحوارات هذه احييكم جميعا اعتقد ان الحكومات الافريقيه يمكنها ان تستغل تراثنا الثقافي من خلال تحديد وتوثيق وحمايه وتحسين المواقع الثقافيه من خلال استراتيجيات سياحه طموحه لان التراث من محركات التنميه ولكنه ايضا سبيل لتتميز الدول الافريقيه على صعيد القاري وعلى الصعيد الدولي فيما يخص السياحه سأل... لننظر على سبيل المثال ما يجري في غانا غانا سعت من أجل تنشيط الاقتصاد المحلي وسياحة التذكار ذات الصلة بالرقي قد أطلقت حملة في 2019 أسمتها عام العودة الذي يحيي الذكرى الأربعمائة لانطلاق مغادره اول الافارقه المستعبدين مغادرتهم غانا باتجاه الولايات المتحده الامريكيه وولايه فيرجينيا بالتحديد وفي اطار هذه الحمله دعى امريكيون من اصول افريقيه ومتحدرون من اصول افريقيه بشكل عام لزياره هذه المواقع والاستثمار ايضا في مبادرات محليه لبل والانتقال للعيش في غانا وادى ذلك لوفود عدد كبير من الزوار و استثمر بعضهم في عين المكان، كما أن ذلك جلب اهتماماً دولياً من وسائل الإعلام، وسلط الأضواء على غانا، وهذا مثال مثير للاهتمام بشأن الأسلوب الذي يمكن به للتراث الثقافي أن يحول الاقتصاد. شكراً. ما فهمته مما قلتيه هو أن علينا ان نحتفي بالثقافات الافريقيه الفريده في مختلف بلدان القاره وعلينا ان نستفيد منها من منظور سياحي وهذا فعلا مهم لان قطاع الثقافه والابداع يولد دخلا عالميا يبلغ الفين ومائتين مليار دولار إذا نحن فعلا في الطريق هذا هو سبيل مثير للاهتمام شكرا سؤالي التالي ليس كيلو بصفتك شخصا يعمل في إطار مبادرات كمبادرة ستام العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وتسعين لتمكين الشباب في القارة سؤالي هو ما هي المجالات التي تعتقدين أن الحكومات أن تدعم المقاولين وقطاع الأعمال في مجال الثقافة والتراث؟ شكراً جزيلاً. طابت أوقاتكم جميعاً. هذا الموضوع أنا أعشقه هو شيق شيق جداً. لأني عندما دعيت ما تبادر لذهني هو أني مختصة بالرياضيات والتكنولوجيا والعلوم والهندسة الثقافة والتراث ليس جزءا من عملي ولكن هذا حفزني على المساهمة في هذا الحوار لأني ممثلة عن الشباب الأفريقي الذي لا يعي بالضرورة تراثه ومساهمته في التنمية المستدامة والمستقبل الذي نصب إليه وإنما أميل لما يأتي من الغرب وأنا همي وشغلي الشاغل هو الرقمنة والتكنولوجيا والمعلومات ولكن من أهمية كان نظل مرتبطين بثقافتنا وبتراثنا ولو أن تسعين في المئة من الشباب مثلي فهذا يعني أننا سننسى أننا أفارقة وأننا بحاجة لإدماج فنوننا وتراثنا فيما نفعله وانطلاقا من اليوم فإني سأضيف كلمة سأضيف حرف A لأرتس فنون في مختصر STEM لكي أقدر وأثمن وجود الفن في كل ما ننجزه إن نظمنا التعليمية بحاجة لأن تعتنق هذه الفكرة علينا أن نبتعد عن مجرد فكرة العلوم والتكنولوجيا والهندسة والمعلومات والرقمنة إذا ما أردنا أن نقول إن المستقبل رقمي في المستقبل علينا أن نبقى الأفارقة أن نظل أفارقة وأن نظل أوفياء لتراثنا لذلك أود أن أشجع الحكومات ولكن عندما كنت في المدرسة لم يكن تعلم التاريخ إلزاميا أنا لم أتعلم التاريخ لأني كنت طالبة متفوقة وكان يقال لي على الدوام ركزي على الرياضيات والعلوم وتفوقي وخذي علامات جيدة تميزي وكنت متميزة في كل هذه المجالات لكني لم أتعلم التاريخ ولذلك فكل ما أعرفه عن التاريخ هو مجال في بلدي لأني أستمع لأحد يتحدث عن ذلك ولأني فضولية عندما أسافر أنا الآن كبيرة وأستطيع أن أسافر وأن أتوجه لتلال توبو ولشلالات فيكتوريا وأن أتعلم تاريخي ولكن أريد أن أشجع المنظومات التعليمية في أفريقيا لنعلم طلابنا الثقافة والتراث الأفريقي لا يمكنك ان تقول اني خريج جامعه او في حوزه دكتوراه وانا لا اعرف تاريخ بلدي انا سعيد ان اقول اننا في زيمبابوي فان وزير التعليم قد تاكدت ان كل طلاب المدارس الابتدائيه يبنون اكواخا تعلمون الاكواخ الافريقيه لان في الاجيال المقبله قد لا نتمكن من مغادره المناطق الريفيه نحن نريد أن نعيش في المدن أعطيني قطعة أرض وأبني البيت الذي أريده وأريد أن أتوجه للإنترنت وأن يكون وأن البيت الأمريكي هو أفضل بيت الطراز الأمريكي لكن لا أعلم شكل الكوخ لكن من أهمية المكان أن نعي جذورنا وبالتالي ففي زيمبابوي كل مدرسة تعلم طلابها ذلك أن نتعلم الطين الذي تصنع منه هذه الأكواخ لكي لا يذهب هذا تراث السودان أعتقد أن هذا بالغ الأهمية وعلى الجميع أن يعي تاريخ بلده على كل طالب يتعلم التاريخ وكل خطوة يجب أن تتضمن شقا من تراثنا من الأهمية بمكان ألا نفصل العلوم من المستقبل حتى وان كان المستقبل ستقوده العلوم والرقمنه، شكرا. شكرا جزيلا. تعلمت الكثير مما قلتيه. بشان ايلاء الاولويه للتاريخ، بحيث ندعو لذلك، بحيث ندرج التاريخ في منظوماتنا التعليميه ومناهجنا التعليميه، بحيث يصبح ذلك الزاميا. شكرا سيكلو انتقل الان لنيا دانغ وهو داعيه ينشط في منصات التواصل الاجتماعي ويعتبر نفسه محولا وفاعل تغيير سؤالي هو كيف ترى أن الطروح والروايات والاتصال من شأنها أن تعزز التراث الثقافي في أفريقيا ما دمت تستخدم منصات التواصل الاجتماعي أنا أعتقد أن هذه قد استخدمت كأداة مفيدة لتقديم طروحات وسرد في مختلف أصقاع العالم وبشكل خاص في أفريقيا إذا هل لك أن تفسر لنا كيف تفعل ذلك وكيف يمكن لذلك أن يزيد من بروز ثقافتنا وتراثنا كافارقه شكرا ساتوخى الاجازه الشديد عندما ننظر الى كيفيه الطرح والروايه الناس يتعلمون من الماضي يمكنني أن نقص لكم قصتي أنا بالأصل من جنوب السودان ووالدي فر لأثيوبيا منذ حوالي عقد من الزمن معذرة انقطع إرسال الكاميرا أنا إذا ترعرعت في أثيوبيا ولم أكن أعرف شيئا عن جنوب السودان ولكن أبي كان لديه جهاز مذياع صغير وكل ليلة كان رجال الحي يأتون الاستماع للمذياع، وهذا ما مكننا من الاطلاع على ما كان يجري في جنوب السودان وتحليل ذلك. ومكنني هذا المذياع من معرفة تاريخ شعبي وأصلي. وكان في سبيلا مثل الطريق، طريق اللاجئ من جنوب السودان لإثيوبيا. وعندما وصلت إلى كينيا في 2010 وعشت في مخيم لاجئين، أنا أحب أن أقص قصصًا، وهذا ما يجعلني أفهم العالم. وهذه القصص والروايات لا تمكننا من الترابط بماضينا فحسب، وإنما الارتباط بحاضرنا أيضًا، وأعتقد أننا إذا ما نظرنا لذلك كل ما يحصل في أفريقيا يتحدث الناس عما هو مفيد ما هو جميل في الثقافة الأفريقية وما هو سيء أعتقد أن هناك الكثير من القوى الخارجية التي تقدم طروحا مختلفة بشأن ثقافة الأفريقية وأعتقد أن تمكين القاصين المحليين سيمكننا من رسم التاريخ الحقي لأفريقيا وتقديم طرح أفريقي من صوت أصلي رأيي هو أن الاتصال والرواية سيمكنان من تغيير الطرح وهو متبين بشأن أفريقيا وما نحن بحاجة إليه هو أفارقة هم يحدثوننا ويغيرون كل هذه الروايات المتحدث صوته رديء جدا شكرا كان ذلك العرض منيرا أعجبني بشكل خاص عندما قلت إن الاتصال والروايات تمكننا من أن نقص قصصا حقا أعتقد أن جميعنا في أفريقيا قد لاحظ أن الروايات تختلف بشأن أفريقيا وما تفعله وإلى أين تتوجه ولكن إذا ما أردنا أفريقيا التي نصب إليها علينا أن نتحكم في هذا الطرح وفي هذه الرواية لكي نقص قصصنا لكي تكون أصيلة وحق قصصا من الحياة شكرا جزيلا على هذه المساهمة المفيدة سنتقل للمحاضرة التالية وفين موغاندا ناشطة حقوق إنسان تدعو بشكل خاص لإشراك الشباب والنساء وأود أن أعرف منك كيف تعتقدين يمكن تسليط الضوء على التراث من خلال الشباب سؤالي بالتحديد هو أنه نظرا لأن قطاع الثقافة وقطاع الإبداع يشغل في المقام الأول شبابا فما هي التغييرات السياساتية التي توصين بها للاستفادة من نمو هذا القطاع الذي يحمل في طياته قدرات هائلة هل تسمعينني؟ Thank you so much. شكرا جزيلا اعتقد ان القطاع الابتكاري كما قلت يضم الكثير من الشباب والمبدعين وله قدره على مناصره التغيير الاجتماعي والتحديات تتعلق بدعم هؤلاء الشباب في القطاع الابداعي من خلال التعويض عليهم او خلق بيئه معينه تتيح لهم اظهار حسهم الابتكاري وتطويره وبالتالي لدينا مبدعون ولكن لا نقدم لهم الدعم الكافي ان لناحيه تمويل مبادراتهم ام خلق بيئه معينه لهم او من خلال وضع سياسات تحمي مصالحهم عوضا عن حمايه مصالح اللاعبين الكبار على سبيل المثال نتحدث كثيراً عن التمثيل إذا ما نظرتم في الدول الأفريقية إن الأوساط المسرحية كبيرة وجزء من طريقة تفاعل المجتمعات، ولكن هذه الأوساط المسرحية لا تنال التمويل الكافي ولا تحصل على الموارد الكافية، وبالتالي يشعر الكثير من الشباب أن. الإبداع أو المشاركة في القطاع الإبداعي هي مرحلة فحسب ولا يعتبرونها فرصة على المدى الطويل لأنها لا تعود بالنفع، والكثير من الدول الإفريقية لا تملك بعد سياسات وقوانين تحمي مصالح الشباب، وأشدد تحديدًا على الأجور، وحتى. هناك بعض القوانين المقيدة التي تحول دون نموهم ومثلا إن تحدثنا عن سياسة تضع ضرائب عالية على القطاع الإبداعي أو إن كان المبدعون لا يحصلون على الأجور الكافية أو إذا كان البلد فاسدا جدا ففي نهاية المطاف عند أذن لن ينمو القطاع الإبداعي وبالتالي علينا أن نسخر هذا القطاع ونحميه ونضع له الخطط الاستراتيجية ممتاز شكرا ويفن وشددوا بشكل خاص على المقطع الذي تحدثت فيه عن الشباب الذين لا يعتبرون المهن الإبداعية مربحة وهذا بالتالي يجعلهم لا يعتبرون هذه المهن مهن جدية وهي من سخرية القدر لأن كثر منهم لا يحصلون على عمل مثلاً، انظروا إلى هذا القطاع ولا يحصل على التمويل، ومع ذلك يشغل عدد من الشباب، وبالتالي هناك إمكانات لا ترقى إلى المطلوب منها، وبالتالي نحتاج إلى سياسات تحميهم. وتحمي هذه السوق وتجعل هذه المهن مربحة، وأعتقد أنه من شأن هذه السياسات أن تحسن الثقافة والمساحات الإبداعية، شكرًا جزيلًا على إسهامك في النقاش. السؤال الأخير في هذه الجولة أطرحه على أديبولا ويليامز، وكصحفي وناشط سياسي أنا على ثقة بأنك تملك خبرات واسعة. من العمل في الميدان في مجال التراث الثقافي واود ايضا ان اعرف كيف شكلت علامات شبابيه وغيرها برايك ما هو المطلوب لجذب الاستثمارات في المجال الثقافي في افريقيا رحلتي على وشك الاقلاع كنت اتمنى لو طرحتي علي الاسئله في وقت سابق ولكن سوف احاول ان اجيب بإجازة على سؤال او اثنين قبل ان اركب الطائره كانت الساعه ال الرابعه الى ربع ولكن رحلتي في تمام الساعه الرابعه والربع وبالتالي عندي دقائق قبل ركوب الطائره كل دولة تحتاج إلى من يخبر القصص، وكل قارة تحتاج إليهم، فالرؤى لا تأتي من فراغ، إذا ما سردتم القصص تخلقون الرؤى والمدركات، وإن لم يحصل كذلك، وإن لم تخبروا أنتم الحكاية، يأتي من يملغ هذا الفراغ ويخلق المدركات عنكم، وبالتالي الرؤى والمدركات أساسية، وكل دولة تحتاج إلى من يسرد القصص استراتيجياً ليبني مدركاتها وتصوراتها وهذه من الأصول الأساسية لاجتذاب المستثمرين في كل قارة ودولة أمريكا مثلا قامت بعمل جبار في هذا الإطار فهي قد باعت رؤية وتصور معينا يجعل كل شخص في أي جزء من أجزاء العالم أو في معظم أجزاء العالم يشعر أن أمريكا هي أفضل ما هو موجود وكل ما عداها دون عنها، وبالتالي يظنون أن من لم يزر أمريكا لم ير أي شيء من هذا العالم، وهذا مفهوم تجسر مثلا، انظروا إلى ما يحصل في الصين، انتقلت الصين من دولة أن نرفض منتجاتها إلى دولة نرنو إليها. وندعوها لبناء دولنا، وبالتالي طريقة الانتقال هنا شيقة من دولة كنا نعتبر فيها منتجات رخيصة، وتأتي تقليد لمنتجات أصلية، إلى دولة تأتي لدولنا لتبني الجسور ومحطات القطار، وبالتالي هنا ننظر إلى جرأة الصين وخطتها وعزمها. وبالتالي هناك اجراءات تبني المدركات والصين استثمرت في سرد الحكايه أسست شبكة تلفزيونية لها لتنافس السي أن أن واستثمرت مليارات الدولارات على مر السنوات وبالتالي إذا ما كانت الحكومات الأفريقية جادة لناحية إشراك العالم عليها أن تفهم قوة سرد القصص وأن تفهم أن قوة قارتنا تأتي من طريقة سرد ثقافتنا وتقديمها للآخرين عوضا عن ما قام به الغرب من سرقة لها وتقديم لها مؤخراً كان هناك كيس شائع في نيجيريا يحمل عنوان جانا ماست جو وكان يكلف بالكاد دولار لصنع هذه الحقائب في حين انه لو كان هناك مصمم امريكي لبلغ سعرها 500 او 800 دولار وبالتالي اعدنا تحديد اغراض هذه الاشياء وحصل تعاون بين فنانين من كافه اصقاع العالم وذلك لنولي الأهمية مثلا أيضا في مجال الموسيقى والموسيقى النيجيرية وويسكيد الذي حصل على جرامي مع بيونسي وبالتالي يجب أن نواصل تقديم قصصنا من هذا المنظور فوحدنا القادرون على سرد قصصنا وتقديمنا وهذا ما علينا القيام به والى حين ناخذ جديا سرد القصص لن نحقق الاستثمارات المناسبه في كل المجالات ولن نحقق المطلوب ولن نكفل الاحترام المطلوب لثقافاتنا في البرازيل لديهم دول يقدسون فيها قدسين نفسهم الذين نقدسهم في نيجيريا والآلهة وكذلك ملوك يوروبا ونراهم في البرازيل وفي نيجيريا أيضا في البرازيل هم مقدسون ولكن في نيجيريا يعتبرون مدنسين ولا يجب تقديسهم وبالتالي علينا أن ننظر من جديد في ثقافاتنا ومدركاتنا وتراثنا وما هو خير للقارة وفي الواقع ليس المال هو أصل كل شيء بل هي ثقافة التي تجلب العالم إليكم وبالتالي يجب أن نشير إلى أن التراث الثقافي هو أبرز ما يروج لأي بلد وأما وبالتالي يجب أن نبدأ الاستثمار في خلق النظم والهياكل لمساعدة القطاع الترفيهي وأن نستثمر في مدن الإنتاج السينمائي وأن نساعد المخرجين الشباب والكبار يجب أن ندعم الشباب لخلق استوديوهاتهم وأفلامهم الابتكارية وليكونوا محفزين في هذا المجال، ومتى أصبحت الأفلام شعبية سوف تأتي العلامات التجارية الكبرى والقطاع الخاص للاستثمار، وعندئذ سوف نرى أن نتفليكس وسوني وأمازون سيبدأون بالاستثمار وسيشترون أفلامنا وقصصنا، وسنرى الناس في أمريكا والكاريبي و. الصين كلهم يشاهدون نتفليكس وأمازون وغيرها وبالتالي يمكنهم أن يتعلموا عن دولنا ويروا التطور والفرص وبالتالي هذه سلسلة قيمة كبيرة ولكن نحن نغض الطرف عنها شكرا أديبولا ممتاز هذا قيم للغاية لا سيما حينما قلت أن التصورات أساسية وهي رأس المال وكيف نقدم قصصنا سيكون أساسيا من أجل ثقافتنا ودولنا وقاراتنا نعرف أن رحلتك وشيكا لا أدري إن كان بإمكاني أن أطرح عليك سؤالا إضافيا يمكننا أن نضيف بإجاز على سؤال إضافي عندي السؤال سأطرحه على المشاركين كيف يمكن للشباب تعزيز التراث الثقافي في دولنا؟ وكيف يمكننا كأفراد أن نعزز الثقافة الإفريقية والابتكار؟ برأيي السؤال هو بأن نكون حاضرين وأن نفهم المسؤولية الملقاة على عاتقنا. قبل ست سنوات قررت ان ارتدي الزي النيجيري اينما توجهت مثلا عندما شاهدتوني في الشانزليزيه او مانهاتن او اوكسفورد ساكون ارتدي هذا الرداء والزي وقررت ذلك لاحمل ثقافتي اينما توجهت واردت ايضا ان اتصرف في الاماكن بمسؤوليه وان اظهر اظهر أن انا الافضل وان الهم الاخرين واجعلهم يعرفون انني من نيجيريا واردت أن أحمل هذه السردية كما لو كنت يافطة إعلانات، والشباب يجب أن يتصرفوا على هذا النحو في طريقة سلوكهم وأينما يدخلون. التقيت مثلا بفتاة من كينيا، وشاب من رواندا، وسيدة من زيمبابوي. وقد تأثرنا بردائهم، فهذا يحمل ثقافتهم، ويجب بالتالي أن نختار عمدًا طريقة استخدامنا للمنصات وتواصلنا مع العالم، ما الذي نقوم به على إنستغرام أو تويتر أو سناب شوت أو تيك توك؟ كيف نروج لدولنا كيف نتشاطر ما يجري فيها من تقدم وما فيها من فرص للنمو التكنولوجي يجب ان نتصرف بشكل متعمد وعازم لنتشاطر مع العالم من خلال هواتفنا الذكيه وتيك توك وكل منصات التواصل الاجتماعي التي تربطنا بالعالم فهنا تخلق التصورات ويكفي أن إذا قرر كل أفريقي شاب أن ينشر قصة ستوري عن أفريقيا عند إذن الإنترنت سيدرك مدركاتنا وستتغير التصورات والمدركات وبالتالي علينا أن نكون حاضرين بشكل متعمد وأن نظهر ما يجري وما هو المستقبل في القارة وفي الختام يجب أن نتوقف عن الاستهلاك وأن نصبح منتجين يجب أن ننتقل من مجرد الاستهلاك إلى الابتكار كأفارقة، ويجب أن نخصص الوقت للتفكير وخلق منتجاتنا، وأن نخلق منصاتنا لنروي قصصنا بطريقتنا نحن، وبالتالي الإنترنت لا يقدم لك المال بل يأخذه منك، وبالتالي الوقت الذي تقضيه على تويتر وفيسبوك وانستغرام تحرق فيه مالك نحتاج إلى البيانات والأسواق للملابس والإنترنت وغيرها ويجب أن نخلق المنصات لدولنا وقرتنا فيها مليار فاصل اثنين نسمة ومع وأكثر من ثلاثمائة مليون من هؤلاء الأشخاص هم على الإنترنت بالتالي نحتاج لمنصات جديدة لإنترنت خاص بنا ولا تعتقدون أنكم غير قادرين على القيام بذلك مارك زوكربيرج، سيرجي برين لاري بيج جيف بيسوس وكلهم بدأوا مثلنا وهناك أشخاص لم يؤمنوا بهم ولكن أفضل من يؤمن بك هو أنت وبالتالي عليك أن تستفيد من نفسك في هذه القرية العالمية وأن تحقق هذا الترابط على يوتيوب تويتر لينكد إنستغرام ليس فقط للتسليه والموضه بل للابتكار والابداع والانتاج وعلينا ان نقوم بذلك ونغير الذهنيات في هذا الاطار شكرا وبذلك سوف اغادر الاجتماع شكرا جزيلا اديبولو على هذه الافكار ونتمنى لك رحله امنه اود ان اطرح السؤال نفسه على المشاركين الاخرين إذا كيف باعتقادكم يمكننا أن نعزز التراث الأفريقي؟ كل منكم في مجاله أبدأ بأفو. لن أتحدث فقط عن نفسي بل أيضا عن الأفريقيين الشباب وأفريقيا على الأفريقيين أن يبدأوا بإظهار مزيد من الاهتمام في تراث القارة والمواقع التراثية من خلال زيارة هذه الأماكن وخلق الوعي بشأن قيمتها والافتخار بها، ويجب أن يتشاركوا تجاربهم ما الذي اشتروه ما الذي أثر بهم وما إلى ذلك على وسائل التواصل الاجتماعي هناك أيضا الصور والمدونات، وتشجيع الناس على القدوم والزيارة أيضا، وأعتقد أيضا أنه يتعين على الأفريقيين الشباب خلق مفاهيم مبتكرة أو اتجاهات كما قال أديبولا على تيك توك أو خلقي صفحات على تويتر واستخدام هاشتاغز مناسبة بشأن هذه المواقع لاجتذاب المزيد من الناس وتعزيز الاهتمام بمواقع التراث هذه وشكرا شكرا جزيلا آفو لقد شجعتني في واقع الأمر على السفر وقريبا سوف أزور مومباسا والآن أطرح السؤال نفسه على نهال، برأيك كيف يمكن للشباب في أفريقيا أن يعززوا التراث الثقافي كل في مجاله؟ لا أدري إذا ما كان نهال معنا أم أننا فقدنا الاتصال به، دعوني انتقل إذا لسيثالو هل نواجه مشاكل في الاتصال شكرا على الاتصال اود بدايه ان وايد ما قاله اخونا من نيجيريا نعم نيجيريا حافظت على الهويه الخاصه بها فعندما تلتقي بشخص من نيجيريا تعرف ذلك سواء كان رجل او سيده وقد حافظوا على ثقافتهم وفي دولتنا نحاول ايضا الحفاظ على الزي الافريقي والحفاظ على هويتنا كابناء زيمبابوي وعلى زينا الخاص بنا ولكن من المهم ايضا ان نشير الى ان اسلافنا اجدادنا وجداتنا حققوا دمجا مع ما حصل في جنوب افريقيا وبوتسوانا ويمكنكم ان تحددوا اي امراه تاتي من جنوب افريقيا بالنظر اليها وبالتالي لا نحتاج كثيرا الى الزي الخاص بالعودة إلى السؤال في مجال العلوم والتكنولوجيا من المهم جدا أن ندمج الفنون ففيها الابتكار وفيها المسائل الأخلاقية فهي تذكرنا بقيمتنا كأشخاص وبالتالي علينا أن نستثمر أكثر وأن نبتكر، وهذه نقطة يجب أن نمضي قدما بها في السياسات الثقافية وسياسات الابتكار وإدماج الفنون وإلائها الأولوية إلى ذلك لاحظت أيضا عند تقديم محاضرة أو تقديم رائد من رواد الأعمال هناك دوما مسألة عن تقديم القيمة نتحدث عن الشركات الناشئة وعن الشباب ولا يريدون أن تغيب عنهم أشياء ولكن يريدون الابتكار دون النظر إلى الوضع الحالي وأحيانا هناك ابتكارات تنجح فقط تعرف أنها تنجح لأنك أفريقي وأنك تفهم تراثك تف تراثك والمستقبل الذي ترنو إليه وفي نهاية المطاف المهمة هي عالمية نريد جميعنا أن نصم في أهداف التنمية المستدامة والجوانب العالمية ويبدأ الأمر أيضا في الديار إذا ما لم تقدموا الابتكارات في دياركم لم تمكن تتمكنوا من التصدير والوصول إلى العالم وبالتالي من المهم إذ نبتكر ونقوم بريادة الأعمال أن ندمج عناصر من الفنون ومن التراث في عملنا لكي يكتب العمر الطويل لهذه الابتكارات وشكرا شكرا جزيلا أشرت إلى أنك لديك خلفية في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات ولكن تعملين على إطار أوسع وأحبس كيف أشرت لنا إلى التراث والفنون في هذه المجالات نهال عادة على ما يبدو هل تريد التعقيب؟ أعتقد أنه لا يزال يواجه مسائل فنية حسناً كيف يمكن للشباب الأفارقة تعزيز التراث الثقافي في مجالاتهم شكرًا جزيلًا على هذا السؤال أعتقد الأهم هو في كيف نثقف أنفسنا ونحن لا نعرف أشياء كثيرة عن أفريقيا، علينا أن نعمق معارفنا، أن نستمع إلى كبارنا، ويجب أيضاً أن ندخل ذلك في مجالاتنا، ويجب ويجب أيضاً أن نعظم الإفادة من وسائل التواصل الاجتماعي. وكذلك الإفادة منها لكي نسرد القصص وإن لم نقم بذلك سيأتي آخرون ليخبروا القصة وبالتالي يجب على الشباب أن يفيد يستفيدوا من ذلك وإذا ما توجهتم مثلا إلى كينيا أو أماكن أخرى يجب أن تستخدم هذه الامور وان تشير اليها ملاحظه صوت المتحدث رديء جدا وبالتالي الترجمه غير دقيقه بالكامل ويجب ايضا ان نعمل بطرق مبتكره لتغيير السرديه وشكرا شكرا جزيلا Well, then I just like to pose this. شكرا على هذا السؤال وأود على هذه الإجابة والإسهام. و... <applause> لست أدري إذا ما كان علي أن أطرح هذا السؤال. كيف يمكن للشباب الأفريقي أن ينهضوا بالتراث الأفريقي في حيزهم؟ شغلي الميكروفون، أعتقد أن خير سبيل هو أن نكون في مستوى ثقافتنا وتراثنا وان نكون اوفياء لتاريخنا وممارساتنا لان هذا خير نوع من الرياده وهذا يجب ان يبدا من لغاتنا بالاعتراف بلغاتنا وتقييمها علينا ان نكفل أننا نقيم ونثمن ممارساتنا وثقافاتنا عندما يتعلق الأمر بحقوق الإنسان والعدل، وهذا مجال اختصاصي، أعتقد أن حقوق الإنسان في أفريقيا لن تعمل إلا إذا ما أدمجناها، أدرجناها بالأحرى في السياق الأفريقي كما تعلمون، في بلدان كثيرة يعتبر الكثيرون أن حقوق الإنسان مفهوم غربي وذلك أدى الكثير من الظلم والانتهاكات إذا كيف يمكننا أن ننهض بحقوق الإنسان في سياق ثقافة الأفريقية إن الرواية وقص القصص جزء لا يتجزأ من ثقافتنا واستخدام القصص للنهوض بحقوق الإنسان يمكن أن يكون من سبل الضمان الوفاء للثقافة التي ورثناها جل عملي ينصب على الرعايه ولا اعتقد ان هناك قاره توفر العنايه خيرا من القاره الافريقيه العنايه متاصله فينا نحن نبني مجتمعاتنا حتى قبل ان نتحدث عن التنميه او التمويل ان العنايه تجزء يتجزا من المجتمعات الافريقيه نحن نساعد بعضنا البعض في الحراث لإيصال أطفالنا وأطفال جيراننا للمدارس سواء كان لديهم رسوم دراسة أم لا نحن نحمل وزر الآخر كما أننا نحتفل بإنجازاتنا بإنجازات الغير كما أنها لو أنها إنجازاتنا لأنها ملك المجتمع إذا نبقى صادقين وأوفياء لما يجعلنا أفارقة هذا هو الطريق للأمام شكرا جزيلا شكرا للجميع أعتقد أن الكل تحدث كل في مجال اختصاصه والكل تحدث عن كيفية استخدام الثقافة والتراث لتحويل اقتصاداتنا في قارتنا وفي بلداننا من خلال النهوض بالسياحه والموسيقى والمصممين الى اخره، وانا متاكده اني عندما جئت الى هذا النقاش لم اكن على نفس القدر من المعرفه الذي بت عليه الان، لذلك اشكر كل المحاضرين على تجاوبكم، شكرا على اطلاعنا على معارفكم، انا سعيده ان تمكنا من الاجتماع اليوم وامل ان ذلك سيتواصل في محافل اخرى لكي نواصل اطلاع الناس ولكي يتواصل العمل المتميز الذي تنجزونه كل في مجتمعه وامل أن ستتمكن من اللقاء في مفترق طرق مختلف عملنا في نقطه الملتقى شكرا